أكثر عدد الفحوصات اللي تجرت لها هنا في فاس هذا الفحوصات القرن؟ درنا الفحوصات كامله اللي يمكن لها تقلب على الحبل، لان نورمالمون الفحص بالصاده هو فحص عادي يمكن له تجرى في نفس اليوم، جريناه اليوم بطريقه عاديه، بينا بان الوالده السيده عندها ما عندهاش فيها الحمل وما عندهاش حتى شي اعراض اللي يمكن لها تعطي الانتفاخ، انتفاخ مرضي مثلا الله يحفظ، بلا تيمور مثلا في الوالده، ولا تيمور في لوفير، ولا دلمه في الكرش، هادشي كله ما عندهاش. الانتفاخ اللي عنده عندها علاقه مع انتفاخ في الامعاء ديالها، وتعطيها تعطينا حنا داكشي بحال ان السيده حامل. أثناء الفحص كيف